خلينا نبدأ بمحورنا الأول وهو زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان ولقائه بالرئيس الجنوب السوداني سالفا كير، ودي الزيارة خلينا نقول الأولى من نوعها للسيد الرئيس. يعني كلمنا عن يعني شايف إزاي أستاذ عبد الحليم اهتمام الرئيس السيسي بتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام وبدولة جنوب السودان بشكل خاص بما أنه بنتكلم عنها النهاردة؟ يعني دعونا نبدأ من جنوب السودان. يعني بالنسبة للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يلزم يعني نوع من الإضاءة على دولة جنوب السودان. دولة جنوب السودان طبعا هي ثلث مساحة السودان حين استقلت أو انفصلت في يوليو 2011. يعني هذه الدولة عدد سكانها يعني حول 11 مليون نسمة. هذه الدولة له فترة طويلة جدا من عمر استقلالها أو وجودها كدولة معترف بها من قبل كافة الأطراف وفي الأمم المتحدة، عانت كثيرا. يعني جرت طبعا معروف الحرب الأهلية التاريخية في السودان ككل التي انتهت باستقلال جنوب السودان، لكن كمان جنوب السودان كدولة عانى من حروب أهلية داخلية، لأنه جنوب السودان مكون من عدد من القبائل أهمها النوير والدنكا والنوير. ولذلك نجد أنه رئيس الجمهورية جمهورية جنوب السودان هو من قبيلة الدنكا، أكبر قبائل جنوب السودان اللي هو سيلفا كير، والنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان اللي هو رياك مشار من النوير، وهناك طبعا شلكة وقبائل أخرى. الوضع في جنوب السودان أنه يعني كان هناك تصور أنه الأوضاع ستكون أفضل في جنوب السودان من السودان. طبعا الوضع في السودان اللي هو جمهورية السودان وفي جنوب السودان المشاكل الحقيقة متداخلة جدا، ولا تزال هناك مشاكل حدودية وإلى آخره. بصفة عامة السودان ككل، جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، ربما كان أكثر البلدان أهمية بالنسبة للوجود المصري. طبعا في علاقة أسباب دقيقة. في علاقة تاريخية علاقة تاريخية تعود إلى أيام محمد علي وفتوحات هذه المنطقة السودان إلى جنوبه، وفي محنة مشتركة اسمها الاحتلال البريطاني وما أسمي دورا بالحكم الثنائي البريطاني المصري على السودان ككل، وهو الحقيقة كان حكما بريطانيا، إلى حين قابلت مصر بإجراء استفتاء في السودان ككل، استفتاء تقرير المصير ليقرر هل يريد أن يكون دولة مستقلة عن مصر أم في دولة في وحدة مع مصر. أريد أن أذكر هنا أو أذكر أن هناك خرافات مؤثرة على أجيال تلو وأجيال من المصريين نتيجة إطلاق ألقاب من نوع أن الملك فاروق كان ملك مصر والسودان. لم تكن مصر والسودان دولة واحدة في أي وقت، كان في محنة واحدة، هذا صحيح، تحت الاحتلال البريطاني، لكن عمرنا ما أرينا ولا عرفنا أنه كان في حكومة يعني وزارة، يعني قامت ثورة 19 وسعد زغلول وتشكلت حكومات والملك فؤاد وغيره وغيره، وصولا لثورة 23 يوليو 1952 ما كانش في حاجة اسمها دولة واحدة في مصر والسودان. طبعا طبيعة الروابط، مش روابط جوار، روابط النيل عموما ربطت بين مصر والسودان وبين الشعبين المصري والسودان، نقدر نقول انه شعب واحد في بلدين على هذا الأساس، هو المعاني الرمزية لذلك موجودة في كثافة الوجود السوداني في مصر، وهو ليس منظورا إليه من المصريين بصفته وجودا أجنبيا أو وجودا مهاجرا، وإنما جزء تكويني من التكوين المصري. وطبعا هناك تاريخ في السودان ككل الذي أصبح جمهورية السودان وجنوب السودان للعلاقات المصرية التعليمية والثقافية وغيره وغيره، جرى تجرفها في وقت حكم البشير تستعاد الآن. أضرب مثالا جامعة القاهرة فرع الخرطوم كانت قد توقفت تماما، بتستعاد الآن. في جنوب السودان في جوبا بيجري الآن التجهيز لإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في جوبا. هنا اللغة الرسمية في جنوب السودان هي اللغة الإنجليزية، لكن الحقيقة لغة الشارع اللغة العربية هي لا تزال سائدة إلى الآن. ففي أهمية خاصة للوجود العربي في السودان ككل،
وفي جنوب السودان من باب أولى. جمهورية السودان عضو في جامعة الدول العربية، جمهورية جنوب السودان ليست عضوا في جامعة الدول العربية، وإن كانت قد طلبت أن تكون عضوا بصفة مراقب في الجامعة العربية. ده الإطار العام لل... طبعا الأمر ليس متعلقا بالعلاقات التجارية، العلاقات التجارية أو التبادل التجاري ضعيف جدا بين مصر وجنوب السودان، لكن نشاط مصر